السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء توقعات لأبراج أو شتى المواضيع أو إشارات البث المباشر اللي نعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فمرحبا بكم معنا. فيديو النهاردة طلبته كلكم أو تقريبا كلكم، الذي هو وزي ما هو مكتوب في العنوان الفيديو، كارما الأهل والجيران والأصدقاء. حنشوف يعني الكارما دي حسب أول حرف من اسم الإنسان ده، من أهلك أو الناس دول اللي ظلموك، حتى ولو كانوا ناس كتير ظلموك. إذا عندك ناس كتير ظلموك اختار باسمك، إذا عندك حد واحد بس ظلمك من أهلك اختار باسمه، فما تفرقش اسمك أو اسمه، لأن هنا طاقة المشاهد حسب المحيط بتاعه. أوكي، المجموعة الأولى حسب أول حرف من اسم الإنسان اللي ظلمك من الأحرف دي، أو الحجر الكريم ده الأخضر. أوكي، المجموعة الثانية الحجر الكريم ده الوردي، أو أول حرف من اسم الإنسان اللي ظلمك من الأحرف دي. أوكي، ده فيديو لقراءة عامة. إذا ما انطبقتش عليك القراءة فجرب حظك في فيديو آخر بنفس العنوان، يعني مش شرط في فيديو واحد تلقوا كارما لكل الناس اللي ظلموكوا. جربوا حظكم في الفيديو ده وجربوا حظكم في فيديو آخر، وما تكون هذه إلا توقعات والعلم عند ربنا سبحانه وتعالى. أوكي، نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الحجر الأخضر ده، نحطه هنا عشان يكون على مرأى الجميع. نشوف طاقتكم دلوقتي عاملة ازاي. هندور على صورتكم. يلا اخرجي اين انت، حتى لو يعني هناخد الرجالة بالصورة دي، لأن في رجالة بيتفرجوا على الفيديو ده. وللستات الصورة دي، الرجالة بيتفرجوا على هذا الفيديو، انتم هنا طاقتكم وطاقة الستات اللي بيتفرجوا على الفيديو هنا. عامة نبدأ بالرجالة، عامة الطاقة الحالية بتاعتكم عاملة ازاي؟ يا ويلي تعبانين جدا، في امور معلقة في المحكمة فيما يخص يا اما ملكية يا اما فلوس او ارث، انتم دلوقتي بتعانوا منها. البعض منكم حتى بيعاني يعني من طلاق، فلوس أخذتها زوجتك، يعني الزوجة هي كمان من الأهل، بتعانوا كتير، حياتكم غير مستقرة وانتم بتعانوا منذ مدة زمنية طويلة، بتعانوا كتير من يعني الكتير منكم عندكم يعني مشاكل معلقة في المحكمة، عندكم أوراق معلقة في أماكن إدارية، بتعانوا من أسحار وعندكم شك في الأسحار دي، والبعض منكم عنده الدليل لوجود الأسحار دي من طرف امرأة كانت بتكيد لكم بمكيدة، وهي اللي أدخلت عدم الاستقرار في حياتكم. عاوزين فجر جديد في حياتكم، عاوزين تحققوا أمنية على أنكم تخرجوا من الطاقة السلبية دي اللي انتم فيها دلوقتي، عانيتوا كتير وبتعانوا كتير وخايفين انكم تعانوا اكتر من كده مستقبلا، فعشان كده دلوقتي انتم في حيرة كبيرة، تعب كبير وارق. غالبا البعض منكم حاسس يا اما انتم مرضى رحتم زرتوا الطبيب مؤخرا، يا اما انت هتعمل عملية جراحية او عملت عملية جراحية، فانت دلوقتي شايف ان حياتك كلها راحت السودان كده، يعني مشاكل اتعاب حاجات يعني بتضر الإنسان كتير، فأنتم بتطلبوا ربنا إنه يخرجكم من الطاقة دي اللي ذكرناها دلوقتي. أوكي، نشوف دلوقتي
للستات اللي بيتفرجوا هذا الفيديو. طاقتكم عاملة ازاي دلوقتي؟ الستات اللي بيتفرجوا هذا الفيديو على هذا الفيديو، يلا طاقتكم. غالبا البعض منكم دخلتم في خلوة انطواء رهيب وكبير جدا، رغم انكم يعني لما ادخلتم برغبتكم الشخصية انكم تدخلوا في هذا الانطواء، لكن اكتشفتم ان الانطواء ده زاد الطين بلة. يعني حتى الانطواء ده اللي انتم فيه دلوقتي بيتعبكم اكتر واكتر، حاسين بالوحدة اكتر فاكتر، حاسين بالحزن اكتر فاكتر، لان غالبا انتم بتمروا بمرحلة صعبة، سبحان الله تقريبا نفس الكروت بتاع الرجالة. غالبا انتم بتمروا بمرحلة صعبة جدا مش عارفين تاخدوا القرار، والقرار صعب جدا اخده. البعض منكم ما عندكمش حاجة تقدروا تعملوها إلا إنكم تدعوا ربنا. أنتم في الطاقة دي عانيتم جدا من لؤم وخبث من طرف الأهل بتاعكم. غالبا البعض منكم كنت متجوزة أو أنت متجوزة مع أحد الأقارب بتوعك، يعني ابن عمك، ابن خالك، بنت خالي، ابن خالتك، حاجة زي كده. وشافة إن الإنسان ده لعب عليكي و أخد لك فلوسك، أخدوا حقوقك في الإرث. حتى الناس اللي يعني مش متجوزين شايفة يعني إن حقوقك راحت هدر كده بسبب خبث الناس دول من أهلك، أخدوا لك حقك. وغالبا البعض منكم أنتم بتفكروا إنكم تمروا القضية دي، المشكلة دي اللي حصلت ما بينكم وما بين الأقارب بتاعكم أو الأهل بتاعكم واللي هي دلوقتي يعني معقدة، أنتم بتفكروا إنكم تمروا في على المحكمة عشان تاخدوا حقكم قانونيا. اكتشفتم مؤخرا وجود طاقة سحر اتعملت من احد الاقارب بتاعكم. البعض منكم حتى شك ان امها هي اللي عملت لها السحر ده. عندكم تفكير غريب والله اعتذر، لكن كلكم بنفس الوقت تستنوا ان ربنا يديلكم حظ، لانكم انتم دايما في عقلكم ما عنديش حظ، انا عارفة حظي عامل كده. دايما بتستنوا الحظ ده من عند ربنا. ربما حتى استعملتم بعض الوصفات، عفوا، من قنوات الترو او من مش من قنوات الترو عفوا من قنوات اليوتيوب اللي بتدي بعض الوصفات للحظ والحاجات دي، جربتوها لكن لم ينفع فيكم شيئا، بالعكس يعني زادت الامور تعقيدا. عفوا، وانتم دلوقتي عاوزين تخرجوا من الورطه او الحاله اللي انتم فيها دلوقتي لانها اتعبتكم كتير جدا. اوكي، نيجي دلوقتي نشوف أحوال وطاقة الناس دول اللي ظلموكم. طاقة الناس دول اللي ظلموكم عاملة ازاي؟ غالبا زي ما قلت لكم البعض منكم متجوزين مع احد اطراف العيله، اما ابن خال، ابن عم، بنت عمك، بنت خالك، في علاقات عاطفيه هنا كتير. طاقه الناس دول دلوقتي هم دلوقتي بيراقبوكم، بيمروا مرحله صعبه، يستشيروا بعض الحكماء في الترو او في السحر، مش عاوزين يعني يشوفوكم تفرحوا، مش عاوزين يشوفوكم مستقرين في حياتكم سواء الزوجية أو حتى في حياتكم العادية.
استغفر الله. عاوزين يوقفوا كل حاجة في حياتكم. شوفوا كده الكارت ده، الطرف التالت هنا اللي هو الأهل، موقف حالكم، موقف الحركة القلب ده. فيه طرف آخر موقف، يعني عندكم عدة أعداء هنا مش إلا عدو واحد من الأهل، ظلموكم كتير، قهروكم كتير. ربما البعض منكم اللي ظلمك هي حماتك، أم زوجك، ربما توفي أولاد ليكي أو حاجة زي كده، أو أنت كمان يعني فقدت أولادك، ربما حرمت من أولادك بسبب الطرف التالت ده. البعض منكم كمان الطرف الأطراف دي اللي ظلمتكم من أهلكم، أطراف يعني مش عاوزة تسيبكم تستريحوا في حياتكم، دايما وراكو، دايما وراكو عشان تتعبوا دايما. فهنا هم دايما بيراقبوكم، ازاي عاملين، مش عاملين ايه، عاملين ايه، مش عاملين ايه، هل انتم بتراقبوهم مش بتراقبوهم، يعني انتم التفكير بتاعكم حاجة وتفكيرهم هم حاجة اخرى. فالناس دول اللي ظلموكم دايما شايفينكم انكم بتغيروا منهم، انكم دايما في حالة مراقبة ليهم، مش عاوزين لهم حاجة كويسة، وبيتهموكم انتوا انكم عملتوا لهم السحر، او انتوا عملتوا حاجة مش كويسة. شايفينكم متحررين جدا وعاوزين حاجة خارجة عن العادات والتقاليد. البعض منكم من الرجالة سلب حقك حتى في الإرث، وطردت أنت وأهلك وزوجتك وأولادك من البيت، وأنتم بتعانوا دلوقتي المر والحياة القاسية، حاسين نفسكم أنكم تجاهدوا جهاد، يعني جهاد أكبر، مناضلون عشان تعيشوا بقساوة عادات وتقاليد، زي ما نشوف الصورة دي بقساوة عادات وتقاليد انتم عايشين فيها في الأسرة دي أو مع الأهل دول. أوكي، طب ليه هم كده معاكم؟ كارت الديفل، طبعهم كده، طبعهم شرير الناس دول، عاوزين يتحكموا في كل صغيرة وكبيرة في حياتكم، زي ما نشوف الآلة دي بالخيوط كده في ايده، بالخيوط في ايده هنا، بيعاوز يحرك الرجل ده ويتحكم في حركاته هو والصبي ده، شايفين؟ عاوزين يتحكموا في حياتكم، مش عاوزينكم تعيشوا حياتكم زي ما انتم عاوزين، لا، عاوزين تستشيروهم في كل حاجة وتاخدوا الرضا بتاعتهم في كل حاجة، مش عاوزين يشوفوكم أحسن منهم. أوكي، هنشوف بكروت أخرى ما هي الكارما اللي هتيجي على الناس دول، ما هي الكارما اللي هتيجي على هذا الناس من أهلكم اللي ظلموكم واللي أخذوا منكم حاجات كانت من حقكم. نخلط الكروت ونضمر النية. هل الكارما حصلت؟ وما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله. هنا بنشوف اعتذر عن الضوضاء اللي بيعملوها. هنا بنشوف انه الكارما بدأت عند الناس دول اللي ظلموكم من الأهل. غالبا الكارما دي بقالها يا إما شهرين يا إما 3 أشهر بدأت في الخطوات الأولى بتاعتها، بوقف الحال، صداع في الرأس يتحول إلى سرطان، مشاكل من كل ناحية،
كارما جت من عند ربنا، تفرقة ما بين زي ما هم أزوكم يعني من ذريتهم هيجي اللي هيأذيهم هم كمان، هيدعوا ربنا إنه يبعد عنهم كل الطاقة دي، لكن هتتأزم الأمور أكتر فأكتر. البعض منهم هيفقد البصر، البعض الآخر حادثة هيتشل من رجليه، لكن البعض الآخر مش شلل رجلين من باغابليجي جينيرال، يعني باغابليجي يعني الإنسان هيتشل من مخه، الجسم بتاعه بأكمله شلل مفيش حركة، يعني الواحد يتمنى الموت ما يلقاهاش، يتمنى الموت ما يلقاهاش. البعض منكم منهم حي الناس اللي ظلموكم دول، ان في ناس كتيرة ظلمتكم، هيصابون بمرض الانزايمر وهيقعدوا فرجة قدام الناس، يحاولوا يعالجوا نفسهم، يفتكروا يعني يفكروا انه الحاجة دي اللي حصلت لهم طاقة سحر، لكن لا، ربنا هيدمرهم دمار شامل، دمار شامل هيكون في حياتهم. والسريز يعني الفراولة فوق الجاتو ده الجميل ده اللي انتم سامعينه دلوقتي، ان ربنا سبحانه وتعالى هيسيبكم تشوفوا الكارما دي بعينيكم. اوكي، طب هل بعد ما يحصل كل ده هيطلبوا منكم تسامحوهم؟ بعد حصول الكارما دي اللي ضاع حقه هيرجعوا له حقه، لكن البعض الآخر هيرجع لكم حقكم انتوا كمان، لكن بطريقة غير مباشرة، مش هيعترفوا لكم انهم ظلموكم، لا، هيكون عندهم عزة نفس، متكبرين شوية، عزة نفس، لكن القلة 30% مش هيطلبوا السماح منكم، مش هيتقربوا لكم تسامحوهم، مش لتكبر او حاجة اخرى، لانهم هيكونوا مشغولين في كل المشاكل دي اللي هتحصل لهم اللي قلت لكم عليها، وقت حين لا ينفع الندم، حتى ولو تسامحوهم خلاص الكارما وقعت، مفيش اجي اطلب منك تسامحني لما تسامحني انت خلاص هرجع امشي على رجلي، او هرجع هيرجع لي النظر، او هتروح لي الانزايمر، لا خلاص وقعت الواقعة ان شاء الله. يلا نشوف دلوقتي ايه هي نصيحة الكروت ليكم يا اصحاب المجموعة الاولى. نصيحة الكروت، لابوتي الجمال، العيلة لفامي، اليونيون الاتحاد. سبحان الله، العيلة تكتمل وتكون جميلة وتكون على أسس وقواعد صلبة لما يكون فيه اتحاد مع أعضاء الأسرة. يعني ثلاث كروت دول جابوا مفهوم الأسرة الحقيقي، مفهوم الأهل والعلاقة الأهل مع بعضهم، ده هو المفروض اللي يجي، يعني اللي يحصل أو المفروض اللي يكون. كارت برج الدلو الذكر، كارت برج الدلو الأنثى، سبحان الله شوفوا كده،
الخداع. ست قروط بتوصف كل الحكاية. لا تخيزون الخداع. هنا بيقول الكروت، هنا بتاعت النصيحة تقول إنه قانون الكون وقانون المعيشة بيقول إنه الإنسان اللي يظلم هياخد حقه من الناس اللي ظلموه، هياخد الإنسان اللي الظالم هياخد حقه، عفوا المظلوم هياخد حقه من الناس اللي ظلموه. لما يكون فيه ظلم العيلة هتتشتت، مش هيكون فيها جمال، مش هيكون فيها اتحاد، هتتشتت شتات. لكن الإنسان لما يفكر كويس في صلة الرحم ويعرف قيمة العيلة، ايه معناها، سواء كنت ظالم او مظلوم، الظالم ياخد حقه والمظلوم ياخد حقه. ده قانون الكون، ده قانون ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله نشوف دلوقتي ايه الابراج التي تنطبق عليها القراءة دي. 100%، 80%، 60% و50%. يلا مية بالمية. برج القوس، برج العذراء، وبرج الدلو. 80%، برج السرطان، برج الميزان، وبرج الحوت. 60%، برج الثور، برج الجوزاء، وبرج الأسد. أما الأبراج المتبقية، برج الحمل، برج العقرب، وبرج الجدي. 50%. نشكركم اللي قعدتكم معنا ولمشاهدتكم لهذا الفيديو. ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والشير والسبسكرايب، ونتشكركم مرة تانية. إلى الملتقى إن شاء الله. نمر لأصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا الحجر الوردي ده، أو كده عشان يظهر كويس. الحجر الوردي ده أو أول حرف من اسم اللي ظلمك من الأحرف الموجودة في الشاشة. أول حاجة هنعملها هنشوف طاقة الرجالة وطاقة الستات بتاع المجموعة الثانية. نبدأ على بركة الله مع الرجالة، نشوف طاقتهم الحالية عاملة ازاي. يلا سبحان الله، الكروت لوحدها بتتخلط. أصبحت تقيلة، شوفوا كده بتهبط باكي باكي، شوفوا كده مش بالكارت، يعني طاقة غضب شديدة في الكروت دي. طاقتكم انتو يا سبحان الله. أصحاب المجموعة الثانية الرجالة، عندكم ثقة إن ربنا مش هيسيبكم، عندكم ثقة كبيرة جدا، وعندكم شجاعة وقوة على إنه غدا أفضل. عاوزين تحققوا أمنية، بتجربوا دايما على إنكم تلقوا الوسيلة الصحيحة عشان تخرجوا من عدم الاستقرار اللي انتم فيه الى طاقة احسن منها وتحققوا الامنية بتاعتكم. عندكم شجاعة رهيبة جدا مهما كانت الوضعية اللي انتم فيها دلوقتي، مهما كانت الحياة غير مستقرة عندكم، فانتم بتقدروا ازاي تمشوا الامور عندكم، يعني عندكم اتكاء كبير على ربنا،
عندكم ثقة كبيرة على في ربنا، وعاملين ثقة في نفسكم، ودي أحسن حاجة الواحد يجب أنه يتصف بيها. أوكي، نشوف دلوقتي طاقة الستات أصحاب القراءة الثانية. طاقة الستات أصحاب المجموعة الثانية، طاقتها إيه؟ سبحان الله، وأنا بخلط الكروت أهي قدامكم، نفس طاقة الرجالة. الستات شوية يعني مش عاملين ثقة في نفسهم، بتمروا بأوقات صعبة جدا، مش عارفين ازاي تخرجوا من السراب اللي انتم فيه. غالبا بتقضوا أوقاتهم يعني بتدوروا على اليوتيوب حل مشكلتكم للخروج من الضياع ده اللي انتم فيه حاليا. حاسينكم اتأذيتوا من أب مستبد، أخ مستبد، عم، خال، أم، زوج، من كل النواحي. البعض منكم هنا، البعض الستات، خالك، عمك، أخوك استولى حق حتى على حقك في الإرث أهو، وتفكر يا إما تلقي حل عن طريق القانون عشان تسترجع حقوقك، أو الزوج ده أخد لك حاجاتك واشترى بيها قطعة أرض أهو، الزوج اشترى قطعة أرض وحطها على اسمه، وانت دلوقتي تايهة مش عارفة تخرجي من السراب اللي انت فيه الى طاقة احسن من كده. غالبا انتم بتفكروا انه في سحر، او اكتشفتم غالبا انه يا اما عملتم قراءة خاصة يا اما اكتشفتم عبر اليوتيوب ان عندكم سحر اتعمل، عشان كده حياتكم كلها غير مستقرة. حاسين سحر، حاسين السحر ده موجود، حاسين في حاجة اتعملت ليكو. السحر ده يمثل، يعني ممثل في هذا الكارت بالمكنسة بتاعت الساحر، والكرباج الكارما، مستنين الكارما دي ترجع على الناس دول. لكن في نفس الوقت انتم حاسين ان الكارما دي راجع عليكم انتم مش هما، شايفين انكم انتم بتنظلموا اكتر فاكتر، ومفيش حل للظلم ده. مش فاهمين للبعض منكم، استغفر الله، بيقول يعني هو ربنا فين؟ مش شايف انا الظلم اللي عايشاه دلوقتي؟ ليه ربنا ما يتدخلش في الحاجه دي؟ ليه انا عايش الظلم ده واللي ظلمني عايش حياته عادي؟ سواء من الاهل، من الزوج، من اهل الزوج، ولا ربما يعني خاصه زي ما قلت لكم الناس اللي اخذوا حقهم في الميراث، ضحكوا عليكم في فلوسكم باموالكم او بالذهب بتاعكم او بالارث بتاعكم. اوكي، نشوف دلوقتي طاقة الناس دول اللي ظلموكم، طاقتهم الحالية بيعملوا ايه، يفكروا في ايه. سيبيها تتقلب عليهم. متغاظين جدا، متغاظين جدا، وغالبا الكارما بدأت عندهم بسبب ما عملوه فيكم، لأنكم أنتم دعيتوا ربنا على الكارما دي، وبدأت الكارما دي أو هي في مسارها إليهم. قلت لكم تحقيق أمنية لوقوع الكارما. في الطاقة الحالية هم مشغولين جدا في مشاكل عديدة ومتعددة ولا تحصى. كارما تتأكد اهو، تحرر، انتم حتتحرروا، انتم بالذات حتتحرروا من طاقة الانتظار ده. عتيجي الامنية بتاعتكم في تحرركم من الطاقة السلبية اللي انتم فيها في انتظار الكارما دي، وذلك بوقوع الكارما دي، وتؤكد باربع كروت مع الكارتين دول، تؤكد ان الكارما بدأت، الكارما بدأت. وملاحظة بين قوسين من فضلكم، البعض منكم اللي هيقول لي متى،
احنا بنعمل توقعات ولسنا بنعمل تنبؤات. فاللي بيدور على التنبؤات اسمها الشرك بالله، احنا بنعمل توقعات بس. حاجة تانية، مش معقول ان الانسان اللي ظلمك هيجي عندك للبيت، الباب بيتك، ويعمل لك كده، افتحي لي الباب، تفتحي له الباب وتقول، ويقول لك ايوه انا حصل لي كذا وكذا وكذا لانها كارما بتاعك رجعت عليا، الظلم اللي ظلمته، اللي ظلمته بيكي، اللي ظلمته لك ربنا رجعه فيا، هيقول لك انا حصل لي كذا وكذا وكذا. بالطبع لا، فمن فضلكم يعني صلحوا علاقتكم مع ربنا وثقوا في ربنا، واعرفوا ان الظالم ده حتى وتحصل له الكارما مش هيجي يقول لكم، البعض هتحصل له كارما علنا كحادثة زي ما نشوف هنا، يا اما يعني الطريقة اللي تحصل فيها الكارما دي لأصحاب المجموعة الثانية شوية غريبة، لأن البعض منكم هنا الناس اللي ظلموكم يا اما يكون يبني في حاجة في بيت، يرمم في بيت، يبني في حيطة، أو يكون مر في الشارع كده في أي مكان ورايح له ويسقط عليه شرفة قديمة لبيت لعمارة، تسقط حاجة عليه على رأسه تصيبه بجروح كتيرة، وكمان هيكون فيه بتر رجلين أو إيدين. البعض الآخر هيحصل له ارتجاج في المخ بسبب الصدمة دي، مش انتوا الناس اللي ظلموكم، عشان في ناس كمان بتسألني لينا ولا للناس اللي ظلمونا، يعني دي كارما. انا بتكلم دلوقتي على الناس اللي ظلموكم هيحصل لهم ايه. اوكي، البعض الآخر هيعمل ايه؟ يا اما عندهم تجارة، البعض منكم اللي هم ظلموكم من اهلكم او من الجيران او زوجك حاجة زي، او زوجتك، مراتك، شريكك في الشغل، وهو احد من الاهل بتاعك، عمك، خالك، هيضحك عليهم في مبلغ من المال، هيوهموهم انه في مشروع كذا وكذا وكذا، تعال ادخل معانا ونشتري ونعمل وكذا وكذا وكذا، ويروحوا هما كده عاميهم ربنا يدخلوا يشتركوا في المشروع ده، اهو يروحوا جري يدخلوا في المشروع ده. لكن مش الكارما بتاع ربنا في المشروع ده هو ايه؟ الرزق بتاعهم ربنا هيقطعه لهم في التجارة دي، هيخسروا كل فلوسهم. البعض منهم المشروع مزيف، يعني هيستغلوهم وياخدوا فلوسهم. البعض الآخر لا، المشروع ده مش مربح، هيضخوا الفلوس بتاعهم في المشروع ده بس هيخسروا كل حاجة، لا مشروع ولا فلوس ولا أي حاجة. بمعرفة الحاجة دي يعني انه المشروع ده بايظ او اتضحك عليهم في الحاجة دي، هيحصل لهم نوع من بيك دو تونسيون، يعني ارتفاع ضغط الدم، اللي هيؤدي الى وقوع مرض مزمن كارتفاع ضغط الدم، تشنج العضلات، شلل نصفي في الوجه، مرض السكري، يعني يستمر معاهم طول حياتهم. البعض الآخر اللي ما عندوش تجارة، الناس دول اللي ظلموكم من الأهل حينالوا نفس المصير، نفس المرض، بس ليس بنفس الطريقة، مش بمشروع دخلوا فيه ولا حاجة، لأ ربنا هيجيب لهم حد من دمهم يسرق لهم الفلوس دي ويهرب، فلوسهم جوهرات، يا إما الابن المدلل، يا إما البنت المدللة، يا إما ابن الابن المدلل، حاجة زي كده، هيدخل للبيت زي العادة يسرق لهم الفلوس الذهب، بعدين يروح يسافر، وتحصل الخضة والصدمة لما يعرفوا الحاجات دي، فيحصل لهم شلل نصفي في الوجه، تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط دم مفاجئ يؤدي إلى وقوع أو حصول الناس دول على مرض مزمن، ارتفاع ضغط الدم، السكري، مرض القلب، تشنجات العضلات، وكذلك يعني عدم الحركة، نصف الوجه لا يستطيعون تحريكه. غالبا هنا الناس دول اللي ظلموكم مستبدين استبداد فوق اللازم، استبداد ما فيش زيه،
البعض الآخر اللي هم عندهم تجارة، الكارما حتيجي عن طريق الدولة، عن الحكومة، أو عن الأماكن الإدارية اللي مرتبطة بالتجارة دي، يعني الضرائب، هيقصلهم فلوس كتيرة بتاع الضرائب، هتجيلهم يعني ان بيناليتي، يعني خصم لحاجة عملوها واتأخروا في دفعها إن شاء الله. طب هل هيعترفوا ليكم بما سيحصل لهم ويجوا يعني يطلبوا منكم تسامحوهم؟ للأسف لا، هيرفضوا ذلك. مرتين 3 مرات الكروت يعني بتقول انهم مش هيتقربوا ليكم ولا يقولوا لكم، بالعكس هيحاولوا انهم يختفوا من حياتكم او يخفوا الامر عليكم. اهو قلت لكم يعني مش عاوزين، بس هيعرفوا انها كارما بسبب ظلمهم ليكم، هي اللي حصلت، هي اللي ادت بحصول كل الحاجات دي اللي حصلت. اعتذر، كنت مضطرة اني اوقف الفيديو، سمعتم يعني الجيران بدأوا زي العادة. عشان ما اطولش عليكم نشوف نصيحة الكروت هتقول لكم ايه. يلا نختار كارت من الكروت ونشوف نصيحة الكروت هتنصحكم بايه. او ايموسيون، ماء ومشاعر. او دوس، ايها الماء العذب. غويسو ايماغي، ايتها البحار والمستنقع، ايتها البحيرات والمستنقعات. مير دو مي بلو توندر زوم زي موا، ام اللي ارق ما هو في العقل الباطن بتاعه وفي الاحاسيس بتوعي. باني مون نام دو فيليسيتي بور ايبروفي لا جوا ا شاكان دو مي شوا. اغمسي روحي بالنجاح في كل حاجة أعملها عشان أحس بالفرحة في كل حاجة أختارها إن شاء الله، وربنا هيختار لكم الحاجة الكويسة لكم بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. نشوف دلوقتي ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة 100%، 80%، 60%، و50%. 100% برج القوس، برج الدلو، برج السرطان. 80% برج الجدي، برج العقرب، وبرج الحمل. 60% برج الثور، برج الجوزاء، وبرج الأسد. 50% الأبراج المتبقية، ميزان، حوت، وعذراء. 50%. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.